غير الانسان ما يتعداش على خوه المسلم، ما يتعداش عليه. ربي كبير، علاش الانسان يظلم خوه المسلم؟ حيت هو ما عرفنيش بانني مزيانه قبل، حيت هو ما مولدش معايا اربعه الاولاد. حيت ملي كنت كنحني وجهي في جوج د الليل، كنت ديك الساعه تمره فين ما كنت ما كيقولش. دابا مسافت لي حضيني باش خصو يدي شي اثبات للمحكمه بانني انا ما مزياناش باش تخرج بيدينا في ضين. ياك طور انت باش تخرج، انت ما تخرج من هاد القضيه هادي. يا عمرك ما تربح، وعمرك ما تحصلني بشي موقف، وعمرك ما تشوف عليا شي حاجه خايبه. وجهت لك طعامي، وجهت لك الله، وجهت ربعه الوليدات ولدتهم معاك، وتغرست وتعذبت وخدمت وانا نفيسه. كتصيفط لي اللي حضيني تنكون انا عوره ما كنشوفش، تخا بعد ساعات كيضبوا لي بقوه اللي كنخدم تمارا عليا كنشوف بهم. اللهم لك الحمد. ومية تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. زعما خصك انت شي دليل ملموس عليا انا باش تدافع على راسك من ناحيه الجريمه اللي داير انت. هذيك راه جريمه اغتصاب طفله، جريمه كتسمى. اللي فيها الخير غادي يديرها الله سبحانه وتعالى. عينصفني حيت انا مظلومه معاك بزاف، وتظلمت انا والاطفال ديالي. سعداتك يا فاعل الخير، انا مزوقه فيكم الخوت راسو عاد كتموت. ايوا شوفوا الناس الاخرين يكونوا فرحانين يشوفوا سعاد كتموت، اولا سمعوها مات طق سكتة قلبية. ربي كبير، تعال شوف حق بعين. ولو الانسان تعدى عليا انا ما تعداش عليه، انا خليت له الله يتعدى عليه.